بعد إذنك. هلا هلا. هذا مو بسعد ولد عمك؟ إلا هو. خابر موتره كسرة، وش جاب ذا الموتر البطل معاه؟ يا أبو ولادي فتح قناة في اليوتيوب وعنده مليون مشترك، وما في إلا الفلوس تيجي من هنا ومن هنا زي اللهب. أتحداك. طيب اليوتيوب هذا فيه سعودة؟ يقول لك سعودة، أقول لك يوتيوب، تقول لي سعودة؟ تعال مع الاستراحة وأفهمك على كل حاجة. فين سارتك الكلبة؟ أقول أركض في ديتك يا عبسي، ها؟ لا أنفض راسك موس، يلا مشينا. كمان. الموضوع بسيط، قناة ومشتركين وندفن أم الفقر. يا أبويا إيش بسيط يا أبويا؟ تحس الموضوع كذا خذني جيتك؟ طب إيش حتنزل في القناة؟ مقاطع هجولة وتفحيط. يا أبويا ما يجي، نبغى شيء جديد يجذب الناس. أجل دروس في المرجلة. أوب أوب. برضو ما يجذب الناس يا كابتن، جيب شيء قوي. خلنا نفتح القناة وبعدين نفكر وش ننزل فيها. أركض في ديتك ها. هلا والله بالعيال، اليوم عندنا درس عن الغير العادي. بالنسبة للناس اللي يسوقون توماتيك وما يعرفون عادي يستفيدون ها. أول شيء تضغط على الكلتش على الآخر وتحطه بالأول، هم تبدأ تدعس بنزين وترفع رجلك عن الكلتش. ورهم الشكش. يا أبوي المقطع شكله ما عجب أحد، ما في حتى لايكات. لايكات أبوي ما في. تطنز أنت وجهك. أقول أنا جاني النوم أبروح أرقد وبكرة نشوف موضوع القناة. حلوين. أركض في ديتك يا عبسي ها. هاي سلامات تيك زعجت امنا سلامات. ايش فيه؟ وش فيك تنفخ انت؟ انفخ يا حبيبي. ايش بدك دقواري؟ هداك دقواري مسكر علي. ما تشوف انت اعمى في موقف هنا؟ ليه ما وقفت هنا؟ معلش شوي شيل السياره. كيف؟ معلش بشيلها شوي. وش اللي شوي تشيل السياره؟ الحين مسكر علي هنا واخر شيء تقول شوي؟ اقول لا تهايد لا تهايد لا تنفخ تهايد. سلامات. شكلك ودك تتسطر. لا وسارق الستاره حقتك. سارق الستاره. يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا فلافل. لا سارق الستاره. اخرب بيتك يا قادح. يا فلافل يا فلافل. يقول فلافل. اجل والله انتفى نتف. اوف اوف. شوف شوف شوف. والله انجلد. والله يا صفق عامر عداك العيب يا عامر. الحين دقيقة أنا تشمري حد زيت في شعري البنغالي. أنا تبون أصدق الشيء هذا؟ أيوة أنا في صدق الهين يا أبي. واضح إنه تمثيل ومتفقين أنت وياه. من جدك تتكلم أنت؟ إيه ذا طلعت بالصدفة وصورت وتقول لي يا أبي روح بروح أغسل يدي أنا بس. الله أنك أهبة. كيفك لا تصدق. ما بعرف كيف يا صديق. يا محمد محمد حول. ايش في انت؟ ايش في؟ وراك تنفخ الحين. وراك تنفخ. ما تسمع ناديك من اليوم؟ ليش صوت زياده؟ ليش؟ ايش في؟ تعال شيل الاغراض. صبر شويه ما يبقى صبر. شيل انت. ايش؟ يا قمرنا. اي باي. سحب عليك القادح. شيلوا باي. ايش في؟ انت مالي؟ مالي دخل؟ مالي دخل؟ شوف كيف اضربه. شوف والله القادح. والله ان القادح هذا على اسمه القادح. والله والله لا تفوت قناتك. والله فيها الضرب الضريب. يا ويل شدوي. لا يا اخي والله ذا القادح انسان فاصل بالله. شوف ايش رايك؟
يا اخي والله ما يستاهل يا رجال. انت مين بالله نفسيه؟ هذا لايك عشان تنقر. شوف ذا السبك وش يقول، اتحداك تاكل فلفل حار. لا يقول فلفل حار سهله، نبغى شيء اقوى. اتحداك يا شيخ. ذا يقول ابيكم تسوون مقلب في نفس المطعم اللي طقتوه مره ثانيه. عاد تدري يا شكوش، تو تبدي ما بردت منه رغم الطق اللي جاه، الا ودي اني اضربه بعد زياده. بس تدري شلون؟ ابيك انت هالمره تسوي فيه المقلب. ابشر بعزك، انا معاك. كفو يا الذيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اعطيني 50 دجاجه مع الرز. صلاه طاي دام بيبسي ومصيره. حط ايدام كله، حطه مع ايدام. ايدام؟ بس اذا خلصت اعطيه السواق هنا شوف السواق. وين سواق؟ تعال شوف السواق. يلا. خلي نشوف هسه. انا بروح البقاله بجي. ما هي مشكله اشوف صار. الف خمسمية. خلاص مع السواق. اوكي خلاص فلوس بس ما هي على طول. خلاص يلا يعطيك العافيه. يا قباي عشرة شوايه. ها صورت؟ صورت عفا عليك، صورت كل التفاصيل. بس اسمع الحين اذا جاء ازبن. ها ازبن ازبن ازبن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا افتح شير افتح شير. ليه؟ كيف ليه؟ ايش الطلب؟ لا ما في طلب انا. مين طلب؟ لا ما في طلب، مين كلام انت؟ كفيل هذا الكلام ودي شير. لا لا ما في كلام كذا. كيف ما في كلام؟ صبر شوي اصبر شوي انا اسوي لك. ايش تبغى؟ انا ما في طلب، ما في كلام كذا. انا ما يطلب هذا، غصب يخلي انا يطلب. كيف هذا في نفر كلام خاصه سياره ودي؟ انا ما يطلب هذا. مين مسؤول هذا؟ كيف كذا؟ لا لا انا ما يطلب، ما في غصب. انت خلي انا يطلب، ما في يطلب. انا اتحداك يا المقلوب. لا خلاص خلاص يلا يلا كلمت فلوس خلاص 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 نعمل وجبه يا اخي روح. انا لازم اتصل على الشرطه. وش فيك؟ قناتنا يا ابوي فوق ال 200 الف مشترك. اتحداك يا شيخ. شوف عاد الحين نبدا مقلب عيال الحاره. يا واد نمقلبهم رايح جاي، بس نبدا مين وكيف؟ انا اعلمك كيف وبمين. يا كبير انطر بشكش. هلا 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 هلا. اتحداك يا كلب البطل. ادي له. هلا والله بربيش. اتحداك يا كبير انت. تفضل تفضل. الله يحييك، نورت الاستراحه يا وحش. بوجودك يا الغالي. كافو يا الذيب. اسمع انا بروح اجيب لي عشاء، وش مشتهي؟ ما تفهم انا وش اتعشى دائما؟ لا انا ما افهم، هذه مشكلتي اني ما افهم. مطبق مطبق؟ اركد في ديتك يحضر لك الان احلى مطبق. مالح مالح على كيف كيفك. اسمع باسورد النت 123B123 فلها. ها خذ راحتك. كفو يا الذيب. لا تستحي، واذا بغيت شيء دق عليه بالجوال. اوكي يلا. توصي شيء؟ سلامتك رضاك. يلا مع السلامة حبيبي. يلا شغلت الكاميرا؟ جلست من هنا قلت لك؟ حطيته في المكان اللي تبيه. كيف وضع؟ يبي مطبق. لا ومالح بعد. عريق انا اعطيه. اتحداك يا شيخ جوعان الورع. Thank you.
قاتل فك من شرك. والله توب والله توب توب ما بك ما اعرفك انا يا حمودك. والله ما اعرفك والله ما اعرفك انا. حجرنا هذا حجرنا ابويا. لا حيخش عليه ابويا يرحم والدك. فكرك ايه ايه عطله خله يا عامر تعال ما عندي لحم انا يرحم والدك. عامر تعال فك من شر الاسد. كافو كافو يا الاسد البطل. يا ما يرحم والدك قبوني العدونا. خلاص نطلعه نطلعه. وش اللي نطلعه انت ورع رحمته رحمته خله ياكل اصلا هلا ما يحبونه. هلا والله الحبو رايحين دحين انا وعامر الانتيم حقي رايحين الزواج وبنسوي هناك تحدي مجنون لعيون الناس اللي تحدونا واللي يتحدى عامر يضيع. دوس يا بطل روح اركض في ديتك انت وياه. اسمع انا بروح اضبط الامور اوكي. انت خليك هنا وراقب الوضع. اذا احد قرب مني ولا شيء دق علي جوال. يجي الادب اتحداك. السلام عليكم. الف مبروك. خرب عرسهم. لا يا اخوي يستاهل اعطيه لايك. عطى لايك وانشر. ولا بزيد انشره في الجروبات. لايك يا شيخ. وش المحب لا حول ولا قوه الا بالله. بس اللي سواه ولدك ما هو بشيء عيب. فشلني عند ضيوفي اللي جيني من الرياض واللي جيني من خارج الرياض. يا ابن الحلال هذول شباب طايشين وانتم جيران والجيران غالين علينا. ارجوك ارجوك كل رجع سامحنا هالمره وانا عندي لك اللي يرضيك. عشانك جار وعشان هالجيره وانت عزيز وغالي راح اتنازل اليوم باذن الله باذن الله. جزاك الله خير بيض الله وجهك. الله يستر عليك. خلاص اهدى وش فيك انت؟ تمام تعال شيكم عبد والله حاطين خلوع هلول اي جود واحد من العيال هلا تبطونهم كلهم يا والله كفو كطيب يا الذيب. كفو هاي ابو كفو انت قال لك كفو ما هو كفو ولا شيء. مين طلعنا من المصيبه دي؟ ابوي الحين يجي يطلعنا. ما معك ما معاكم خبر زين الحين تشوف. جاء عامر شكش يلا جاكم تنازل يلا. قايل لك يا ورع الواسطه. شفت عزوز وش مسوي؟ وش مسوي؟ مطلع اغنيه جديده اسمها يا رمه. يا رمه اتحداك يا شيخ. وهذا يعرف والان قاعد يصور فيديو كليب. اركض بديتك دق عليه قل له بنجيها الحين. اجل يا رمه انا اوريك. ايه رحيم وينك مختفي يا خالي؟ هيا شوكوش شين اشوفني في الصحراء بسوي اغنيه راب حتكسر الدنيا اسمها يا رمه ليه ما صليت الجمعه؟ والله طب عادي نجيك؟ تعالوا مرحبا بكم استناكم انا. هيا تكلم العيال وتعالوا. اصحى تتاخروا. حيو والله واللعب. ارسل الموقع بس. حلوين حلوين. اوكي انا في الانتظار لان اغنيه حتسبب دمار. ها وش اقول لك؟ حياكم انتوا العيال كلهم قال تعالوا. اتحداك ها؟ ابوريه من الرمه. لكن امش نبي نواصل مشوار ناخذ كفته ونروح له. حلوين اتحداك. يا
ريما ليه ما صليت الجمعة يا ريما الله يبعد لك حما يلا قوم صلي يلا قوم خاف ربي ترى والله يخصك جني يا ريما ليه ما صليت الجمعة قلت في البيت تخبط زي الحرمة يا دبة يا فقمة يا طن كيلو لحمة قولي ليه 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 يا ريما ما صليت الجمعة يا ريما يا ريما يا ريما ليه ما صليت الجمعة قولي ليه قولي ليه قولي ليه أبويا مثل الجديد لنا شهر ما نزلنا للعالم شوف العالم قدامك كله تقول نبغى الجديد المقطع الجديد قرب وبنزل مقطع أبخلي العالم كله يدرون عنه وبنوصل في القناة 1,000,000 مشترك وبناخذ درع اليوتيوب الذهبي وأتحداك أتحداك إذا ما جبتهم على وجيههم كلام كبير والله إيش المقطع ده اللي بيدمر الدنيا ده أركض فديتك ها خلها على القادح شو وقتني يا معلم شوق قلبي كبير اتحداك ها اليوم رايق يا هو بالله عندك قول لي انا اقول لك واحد من العيال عازمني عند خواله في البر ونبي نروح انا وياك لامهم وشو وقتني طيب ايش دخلنا بهذه الهرجه نطلع لهم ونسوي لهم هناك احلى فيلم اكشن ما احس الموضوع مو قد كذا انا افهمك لا 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 هدا نبي ناخذ معنا ذا ايه ترى الشيطان شاطر بعد ابعد يدك يا ورع لعبه اصلا ما كنت خايف انا اختبرك بس وربي القادح مخمخه في مخه صح دحين لايكات اشتراكات القناه حترفع فوق اركض في ديتك يا ورع السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه يلا حيه اقلط اقلط وش بلا خويك ما يقلط معك تعالوا اقلطوا حياكم الله يا رجال هذا رخامه ما هو بحق بر ولا هو بحق مكشان افا يا ذا العلم تركنا البر لكم انتم هل البر يا الاشناب يا الكفو يا حقين القهوه والشاهي الله يسلمك تسلم تسلم والله ما عليك زود ما علي زود الزود تبي تشوفه الحين انت وياه ابكر نزل سلاحك يا ولد ارفع علومك اقول ارفع يدك انت وياه ارفع ارفع مسوين حق بر مسوين اشناب انت وياه ها ايش رايك ها اركب بديتك